أما بخصوص مسألة إعادة النظر في شبكات الأجور وتثمينها، فيجب التنويه بأن العملية تخضع لجملة من الإجراءات والمعايير، وتدخل فيها العديد من العوامل والاعتبارات، خاصة ما تعلق بالإنتاجية الوطنية ومعدل التضخم والوضع الاقتصادي والمالي العام للبلاد. وضمن هذا الإطار، فالحكومة أخذت مسألة تثمين الأجور بالجدية المطلوبة، وسجلت كمحور هام في برنامجها، وستعالجها وفق مقاربة شاملة وتشاركية ضمن عملية إصلاح واسعة لمنظومة الوظيفة العمومية، حيث ستعمل على إنجاز تقييم دقيق لسياسات الأجور بناء على تحقيقات ودراسات تخص جميع قطاعات النشاطات بما فيها القطاع الاقتصادي. من شأنها أن توجه خيارات الحكومة في مجال سياسات الأجور والمداخيل المعمول بها على مستوى الوطن. ونحن على يقين بأن الحل الجذري لمشكلة القدرة الشرائية والتضخم يكمن في إنعاش الاقتصاد ودعم نموه وزيادة حركية المؤسسات الاقتصادية، مما سيفضي إلى زيادة الثروة وخلق فرص العمل، وهو أساس برنامج السيد رئيس الجمهورية الرامي إلى بناء اقتصاد قوي متنوع، لأن ذلك هو الحل الجذري لمعظم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية بعيداً عن الحلول الظرفية الترقيعية. أما بخصوص مسألة التكفل بالمنحة المالية والتغطية